السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم نكمل المحاضرة من معادلة 16 بعد ما تعرفنا على معادلات ماكسويل. Let also assume no external electric charge or currents. يعني هسه نفرض ماكو مجال قوة أو شحنات خارجية أو تيار كهربائي مسلط على الموجة الكهرومغناطيسية. بهذه الحالة يعني الرول صفر والجي صفر، يعني كثافة التيار صفر. راح نفرض بأنه لا يسلط عليه مجال كهربائي، إذا مجال الكهربائي لازم الكثافة صفر وشدة التيار صفر. So we many focus on the propagation of the يعني انتشار الموجة الكهرومغناطيسية تخلق of such waves in the first place في أول مكان. إذا كانت الموجة لا يوجد مجال كهربائي، العفو، لا يوجد مجال كهربائي أو شحنة مسلطة على النظام. To simplify the last of the equation 15، هاي معادلة 15، راح شو تصير؟ ال N يقصد بها هنا معامل الانكسار يساوي ان جذر الكي ثابت العزل في السماحية النسبية. سرعة الضوء اذا قلنا الوسط لا يوجد فيه no external electric charge راح يتحول انذني الكي في الام اير، يعني هذا الكي في السماحية النسبية مضروبات كل جذر يساوي ان n معامل الانكسار. زين، سرعة الضوء احنا شنو نعرفها؟ واحد على جذر الميو نود ابسي نود، واللي هي ايش قد؟ 299,792,492 متر لكل ثانية. So that the Mach coefficient of the last term on the RHS become، يعني يقول لي هنا هاي من هاي المعادلة آخر حد بالجزء الطرف الأيمن، إذا هذا صار النظام لا يؤثر عليه مجال كهربائي. من أقول لك اكتب لي المعادلة أو عبر لي عنها no external electric charge or currents معناها هاي M relative mu node K epsilon، أجي أعوض عنها M relative في الكي شو يساوي لنا؟ يعني ان تربيع، هنا جذر بس اذا بدون جذر يعني شنو معناها؟ ان تربيع. زين، شو بقت عندي هنا؟ ميو نود ابسي نود بالمقلوب، بالمقلوب وجذر بدون جذر يعني سي تربيع، بالمقلوب يعني واحد على السي. شو تصير اذا هاي القيمة كلها؟ ان تربيع على سي تربيع، ان تربيع على سي تربيع، بس تعوضون هنا بما انه بدون جذور اذا نصير تربيع اثنين. هذه هي مقلوبها، يعني السي تربيع يساوي واحد على الميو في الابسنود، ميو في الابسنود، اذا ميو في الابسنود اذا واحد على السي تربيع مضروبة في الان تربيع، شو يصير؟ ان تربيع على السي تربيع، هاي العلاقة. We shall see momentarily that this coefficient which determines the speed of the electromagnetic wave. يعني هذا المعامل يمكن من خلاله نحسب شنو؟ سرعة الموجة الكهرومغناطيسية. زين، إذا أنا قلت لك أحسب لي سرعة الموجة الكهرومغناطيسية اللي هي M wave، تطبق لي هذا قانون ال V شو يساوي لنا؟ C over N. In practical حالة خاصة in the vacuum، احنا نعرف اذا in the vacuum ال N شقيت؟ واحد في الفراغ. On the speed of electromagnetic wave، اذا سرعة الموجة الكهرومغناطيسية في الفراغ يعني شو يساوي لنا؟ C، لان هاي القيمة واحد، اذا السي، والسي شقد قيمتها؟ هاي اللي هي تقريبا 3 في 10 8
بدل لكل ثانية. هسه to derive لاشتقاق the wave equation معادلة الموجة from the Maxwell equation 15. معادلة 15 هسه اللي شرحناها، إذا أريد أشتق معادلة الموجة من معادلات ماكسويل we need إيش نحتاج؟ a vector identity واتجه محدد relating a double cross product. نحتاج شنو؟ علاقة الضرب الاتجاهي الدبل يعني متكرر to a dot product، يعني الدبل كروس برودكت to a dot product. شنو؟ أنا نفرض عندي ثلاث متجهات مثل ما أخذتوها بالميكانيك التحليلي، راح أسميهن A والB والC. شو يقول الدبل كروس برودكت to dot product؟ يعني الـ A كروس ثلاث متجهات B كروس C، هاي علاقة. هي شو تعادل لي؟ الB في الـ A دوت C ناقص، طلع الـ C برا ودخل الـ A على الـ B، يعني الـ A دوت الـ B في الـ C، يعني مرة الـ A داخلة على الـ C ومرة الـ A داخلة على اليمن على الـ B، هاي علاقة. هسه راح أجي أعوض عنها معادلات ماكسويل. إن براكتيكال يعني بهاي الحالة الخاصة راح أفرض الـ A بهاي العلاقة، الـ A والـ B هن معناهن الضل. اوكي اند السي متغير الثالث من هذين المتجهات از ذا الكتريك فيلد الاي اور ذا ماجنتيك فيلد، يعني واحد من هذول المجال الكهربائي او المجال المغناطيسي. اجي هسه اطبق هاي العلاقه تمام على هالصوره نفسها، راح اخذ الاي، هاي ايش قلنا؟ دل كروس دل كروس السي، هنا راح اخذها اي يساوي دل تفتح قوس دل دوت الـ E ناقص A دوت الـ A A دوت الـ B، هنا أنا دل دوت الدل، شو قلنا دل دوت الدل؟ دل سكوير، واللي هي معناها شنو؟ لابلاسيان. دل سكوير في شنو السي هنا عندنا؟ فرضناها E، هاي بعلاقة المجال الكهربائي. زين إذا قلت لك اكتب لي إياها بعلاقة المجال المغناطيسي، تكتب لي إياها دل كروس دل كروس الـ B يساوي لنا نفس الشيء دل دل دوت البي ماينس دل سكوير البي، واضحة؟ هسه احنا نعرف الدل التربيع اللي هو المثلث المقلوب مكان التربيع معناه لابلاسيان اوبريتر، مؤثر لابلاسيان. شنو لابلاسيان مؤثر؟ دل سكوير، هذا علاقته. بارشال تربيع على بارشال اكس تربيع زائد بارشال تربيع على بارشال واي تربيع زائد بارشال تربيع على بارشال زد تربيع، اذا عرفناها. More generally هذا practical صورة خاصة. زين بصورة عامة more generally the curl of a curl of a vector field، يعني curl لأي curl لأي متجه مجال اتجاهي اللي هو مجال اتجاهي، راح ناخذ فرض المجال أي مجال، ما قلت الـ E أو الـ B، لا أي واحد منهم. فرض أي vector field is the هو شنو تعريفه؟ تعريف ال curl of a curl of a vector field is the gradient، هو انحدار of the fields، انحدار of the fields divergence، هو انحدار تفرق المجال minus شنو Laplacian of the field. إذن بصورة عامة curl of a curl a field vector field is the gradient of the divergent fields divergence minus Laplacian of the field. واضح؟ هذا تعريف المعادلة يعني الحكي مالتها. اكتبها بصورة التعريف، شوفوا هنا دل كروس هنا كارل اي، ليش اخذتها اي؟ اي يعني يقصد بها يا اما الاي او البي اي مجال منهن، يساوي لنا جراديانت، هذا شو يمثل؟ دايفيرجن الاي ماينس
لابلاسيان الأي. But for the electric and magnetic field لكلا المجال الكهربائي والمغناطيسي. The first term أول حد، هذا أول حد. On the right hand side يعني على الجانب الأيمن من المعادلة. Vanishes يتلاشى. Since by Gaussian law. إذا أول حد بقانون جاوسيان، أول حد شبيه يتلاشى ليا مجال، مجال الإي والبي، واضح؟ إذا دل دوت البي صفر ودل دوت الإي ساوي لنا صفر، يعني هاي القيمة وهاي القيمة يمتى بالجاوسيان، ذن تسوي لياهن صفر. الإي دل دوت الإي ساوي لنا صفر. فور رول أيضا يكافئ إنه لازم شنو صفر. So that the coral of the fields coral يعني coral of the fields coral is simplified when بالجاوسيان لاو راح يتقلص إلى شنو بس هاي تبقى لي. طبعا والإشارة لا تنسونها minus لابلاسيان the field، واضح؟ يعني قانون جاوسيان إذا أقول لك اكتب لي coral of the fields in the Gaussian law، تكتب لي بالقانون جاوسيان، أقول لك اكتب لي معادلات كالآتي كل واحدة وشروطها. مثلا اكتب لي معادلة الموجة في الفراغ يعني بدلالة السي، سرعة الضوء ومعامل الانكسار، معادلات ماكسويل. زين قلت لك اكتب لي معادلة الكارول بمن؟ بالجاوسيان لاو. بالجاوسيان لاو لا رأسة أنت تقول دل دوت البي ودل دوت الإي كوال زيرو ساوي لصفر. إذا كارول الفيلد اللي هو الأي اللي هو لو أي لو البي لازم شي يساوي لي ماينس لابلاسيان لو الإي لو البي، بتخلي لي هنا أنا لو قالت لك مجال كهربائي تخلي لي كهربائي، قلت لك مغناطيسي مغناطيسي، قلت لك المجالين تخلي لي مرة أي ومرة بي، تكتب لي المعادلة مرتين. إذا أكتبها هاي الصيغة نفسها رجعها اللي هي كارول يعني دل كروس، دل كروس الإي يساوينا ماينس هذا اللابلاسيان شنو شكله مثلث الإي وبدلات المجال الكهربائي كذلك. Let's now compare يعني راح نقارن this formula هذه الصيغة for the curl of a curl of the last two Maxwell equation. هسه راح أجي أقارن ذني هاي ويا من أخذ معادلات ماكسويل إكويجن، نرجع لمعادلاتنا اللي هن منو الخمستاعش، واضح؟ Let's take the curl of the both sides of the third equation. هسه راح أنا أشتغل على يمن، قلنا نشتغل على المعادلة الرابعة والخامسة من معادلات ماكسويل. ليش؟ لأن أول معادلتين شبيهن، نرجع للخمستاعش، هاي الخمستاعش لازم نحفظها نخليها ببالنا، ذن شبيهن بالجاوسيان صفر. إذا راح أشتغل على اليمن الثالثة والرابعة، دل كروس الإي ودل كروس البي، راح أخذ لهن دل كروس يعني راح أخذ لهن الكرل، يعني هنا أنا راح أضربها بدل كروس وهاي راح أضربها بدل كروس، أضرب الطرفين وراح أشوف شنو التغير. هسه نرجع المعادلة ناخذ 15 ونروح، وين نروح؟ المعادلة هنا فرضية، أجي راح أخذ أول حد معادلة الثالثة الطرف شنو left يعني LHS يعني الطرف الأيسر، شخدنا له curl دل كروس دل كروس الإي شو يساوي انت؟ هذا شنو معناها العلاقة؟ ماينس دل الإي، أنا عرفتها من هاي العلاقة، واضح؟ هسه أجي بس بالمعادلة أنا شعند والطرف الأيمن إلها شنو هي؟ دل كروس. أنا ايش عندي بالطرف الأيمن بالمعادلة 15؟ سالب بارشال بي على بارشال تي. هم أضربها بالدل كروس، مو أنا أقول لي أضرب الطرفين بوث سايدز كلا الجانبين الأيمن والأيسر. واضح؟ هسه أجي من يدخل الدل يطلع البارشال برا وهو ياخذ مكانه. فشي يصير؟ سالب
تطلع برا، بارشال تي برا، ينتظر العملية الكرول داخل المتغير وبعدين هو يشتغل. دائما التفاضل ينتظر عمليات التغيرية وبعدين هو يدخل على المجال. إذا إيش تبقى لي؟ سالب بارشال تي هاي طلعها برا، إيش تبقى لي؟ دل كروس البي يساوي سالب بارشال تي. إحنا نعرف دل كروس البي إيش قد يعادلها؟ معادلة 15. أروح أرجع حتى تصير عندكم الصورة أوضح. هياته دل كروس البي هذا إيش قلنا؟ صفر. وين؟ إذا لا تؤثر عليه قوة خارجية. واضح؟ هاي القيمة إيش قلنا؟ شو تعادل لنا؟ N over C N square over C square. وش بقت لي هنا؟ partial E على partial T. دل كروس هسه مكان دل كروس البي اللي هناك راح أعوض هاي القيمة. واضح؟ هسه أروح جيت هنا أنا. ايش قد اعوض دل كروس البي؟ ال سكوير اوفر السي سكوير في كروس بارشال اي على بارشال تي. واضح؟ هسه ترجع هاي خلصت العمليه هاي وعوضنا على دل كروس البي، راح اجي هاي ادخلها عليهن. باي ذا فورث ماكسويل اكويجن هسه تجي سالب، يعني قل من المعادله الرابعه روح لها، احنا رحنا لها. هسه سالب بقت ثوابت تطلع برا ال سكوير سي سكوير كروس، هذا يرجع شي يصير بارشال تربيع البارشال تي تربيع في شنو؟ في الاي. هذا منو؟ الطرف الايمن. واضح؟ من اول منو؟ من معادلة. هسه هاي تساوي هاي، تساوي هاي المعادلة. and therefore سالب وسالب من الطرفين يلغن. شتو قالي؟ لابلاسيان الاي يساوي لابلاسيان الاي يساوي ان سكوير اوفر سي سكوير بارشال تربيع بارشال تي تربيع الاي. هذا منو؟ المجال الكهربائي. This the electric field obeys the wave equation with wave speed. زين هسه اذا يقول لي عبري لي عنها بسرعه الموجه، مو بدلاله سرعه الضوء ومعامل الانكسار. احنا نعرف شنو العلاقة؟ ان سكوير اوفر سي سكوير شو يساوي؟ واحد على الفي سكوير. اوكي، لان احنا نعرف ال ان شو يساوي لنا؟ الان سي اوفر في. اذا الفي شو يساوي لنا؟ سي اوفر ان. اذا هو مطنيها ان اوفر سي، اذا شو يساوي لنا؟ واحد على الفي سكوير. يعني هنا هاي راح اعوض عنها شنو؟ لابلاسيان الاي يساوي لنا واحد على الفي سكوير بارشال تربيع الاي على بارشال تي، بارشال تربيع على بارشال تربيع التي. واضح؟ سيميلرلي يعني بالتشابه، ليتس تيك ذا كورول اوف ذا بوث سايدز اوف ذا فورث كويج. هسه راح اخذ يا معادله الرابعه. انا هسه طلعت المجال الكهربائي، هسه اجي للمجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي هو مثل يا معادلة الرابعة، لأن الأولى والثانية صفر بالفراغ، والثالثة اشتغلنا عليها المجال الكهربائي اللي هي دل كروس الإي. هسا روح دل كروس البي اللي هي الرابعة اشتغل عليها، هم ماخذ لها الكورل أوف الكورل. المعادلة 15 فور الجي يساوي لنا شنو؟ صفر. يعني أول حد شنو؟ صفر. ناخذ الطرف شنو؟ الأيسر اللي هو منو؟ دل كروس البي. أخذت لها الكورل دل كروس، دل كروس البي يساوينا هذه كلها العلاقة. شو قلنا؟ هم يساوينا ماينس لابلاسيان البي. واضح؟ هسه اجي الطرف الايمن، شو قلنا؟ الجي يساوينا صفر، يبقى للحد الاخير. اخذت له الكارول، دل الكارول، الحد الاخير هو الان سكوير اوفر السي سكوير في بارشال اي البارشال تي. واضح؟ هسه هذا دل كروس، دل كروس اطلع الثابت برا ان سكوير اوفر سي سكوير، والبارشال بارشال اي هم تنتظر برا، ويدخل منو؟ الكورول على الاي.
يتفضل الكارول دخل دل كروس الاي. هسه منو يشتغل الاي ونشوف ايش قد يساوي معادلات ماكسويل، وبعدين ننتظر البارشال اي والان سكوير اوفر سي سكوير خارج القوس. واضحه هنا؟ هسه نكمل. هذا منو احنا جاي نشتغل على يمن على المجال المغناطيسي، هذا طلع معادلته ان سكوير اوفر سي سكوير تنزل، بارشال اي بارشال على بارشال تي تنزل، دل كروس الاي ايش قد تعادل لنا بالمعادلات، بالمعادله الثالثه ماينس بارشال في بارشال تي، صحيح لو لا؟ اي. فانا شو اسوي؟ اجيبها واعوضها بمكان هاي القيمه، عوضتها سالب تطلع برا ان سكوير اوفر سي سكوير، شو يصير؟ بارشال تربيع على بارشال تربيع البي على بارشال تي تربيع، هاي المعادله شو تعادل لي؟ ماينس لابلاسيان البي. زين الماينس وين الماينس يروح؟ شو تبقى لي؟ ان سكوير اوفر سي سكوير بارشال تربيع بارشال تي تربيع في البي. هاي العلاقه شو تمثل لي؟ مو واحد على البي سكوير، هاي المعادله، هاي واحد على البي سكوير نفس العلاقه يقول لي ذا ماجنتيود فيلد اوسو اوف اي. اصلا ايضا لمعادله الموجه ويف اكويشن وذ ذا سيم ويف سبيد، يعني الفي شي يساوي نفسي على الان ونفس العلاقه اللي هو قلنا واحد على البي سكوير من العلاقه معامل الانكسار مع سرعه الضوء وسرعه الموجه. نوت ملاحظه، ذا فاكيوم بيرميتيفيتي اللي هو منو سماحيه الفراغ الابسنون and vacuum permeability mu نود r universal constant، هو ثوابت عالمية معروفة in the MSKA units يعني في الوحدات النظام الدولي للوحدات. So the speed of the light is the vacuum، هاي نعرفها c من نظام الوحدات يساوي لنا واحد على الميو نود في الابسنود، وهاي القيمة تمام in a universal constant يعني بالوحدات العالمية اللي هو متر لكل ثانية، يعني مو سنتيمتر، ليش وحدات الثانوية. This in the vacuum، هسه يعني احنا بعدنا كنا نحكي وين؟ بالفراغ. The electromagnetic waves with all frequency، احنا قلنا الموجة تنتقل بمن؟ بترددات معينة، في جميع الترددات from ملي من منين تتذبذب الموجة بالفراغ؟ من ملي هرتز مليمات من الهرتز الى شقد؟ الى 10^25 هرتز. اذا خليها معلومه لك كطالب فيزيائي، اي موجه كهرومغناطيسيه لجميع الترددات من مجال الكهرومغناطيسي كل المناطق الطيف تذبذب من الملي هرتز الى شنو؟ 10^25 هرتز. move at exactly the same speed of c، يعني شنو؟ وتنتقل بسرعه مساوية إلى سرعة الضوء. But in هسه نجي وين؟ لكن في الداي إلكتريك أو الماجنتيك ميديوم، هاي بالفراغ. هسه لكن في الأوساط اللي هي العازلة والمغناطيسية ماجنتيك ميديوم، شبيه the electric dielectric constant ال K مو ثابت العزل هذا K or and or relative permeability يعني السماحية النسبية الميو relative may depended on the wave frequency. إذا أما إذا قلت وسط dielectric أو magnetic، وسط عازل أو وسط مغناطيسي موصل، إذا هنا شو أقول؟ أقول السماحية والثابت العزل تكون هنا الموجة شبيهة وتعتمد على من؟ على تردد الموجة. إذا هنا أنا من أقول هذا الوسط الآن شو يساوي لنا؟ الآن جذر الكي في الميو ريليتيف and hence wave speed وسرعة الموجة c over الآن may be change تتغير with the frequency. إذا هنا يأثر التردد إذا مكان vacuum تتغير مو ثابتة وساوي لنا سرعة الضوء، لا c over n تعتمد على الوسط. This is now هذا شي عارفونه dispersion يعني التشتت التفريق dispersion. For example هذا
هسه شنو معنى هاد dispersion؟ تشرح لي هذا من السطرين بس. For example، انطيني مثال. هذا For example at low frequency، عندنا الترددات الواطئة water، راح ناخذ منه ترددات واطئة ماء. Has a very large dielectric constant، نعرف المي احنا عازل، يمتلك ثابت عزل عالي. ايش قد تقريبا كي مالته؟ 80 العفو. Which leads to الان، ايش قد الان مع من انكساره؟ اذا هذا يؤدي لنا 9. And hence rather slow wave speed، ايش قد سرعة الموجة؟ اذا عندي ثابت العزل والان، اذا وسرعة الضوء ايش قد؟ 0.11 من سرعة الضوء. But at the frequency of the visible light waves، عند الموجات الضوء المرئي، water dielectric constant drops، ينحدر. تقول كي ايش قد؟ من 80 ايش قد صار؟ 1.78. اوكي، هاي بالترددات الواطئة، صار 80 بس انحدر. وين؟ بالفيزيبل لايت ويفز، ترددات الطول الموجي اللي هن من 700 لل400، من الاحمر للازرق، ينحدر بيها معامل ثابت العزل العفو الى 1.78. شوف ايش قد القيمه تقل، صوره طبيعيه يعني صوره سريعه. هنزل ان ايش قد هنا؟ 9 هنا قصر، 3 الى 4 3 4. And much faster، وأسرع. Wave speed، سرعة الموجة راح شو تصير؟ هي كانت 0.11 صارت 0.75% من سرعة الضوء. إيش قد زادت؟ من 0.1 ل 0.75. واضح؟ هذا معنى الديسبيرشن. يعني شرح لنا سرعة الضوء في الموجات الواطئة وفي الموجات الضوء المرئي. بالموجات الواطئة تكون سرعة الضوء، إذا أخذنا وسط عازل داي إلكتريك اللي هو الماء، فرضنا الماء إحنا نعرف ثابت العزل إلى بالموجات اللاو فريكوينسي إيش قد؟ 80. واضح؟ وعندنا إذا المعامل انكسار 9 بالموجات اللاو فريكوينسي، يعني طبعا مناطق مو مرئية، انتبهوا شباب. يعني شقد ثابت العزل؟ 80. المعامل انكسار 9. سرعة الموجة تكون واطئة، يعني ما تقدر الموجة تنتقل بصورة سريعة، لا صورة بطيئة. شقد؟ 0.11 من سرعة الضوء. زين، إذا انتقل، إذا كانت بالترددات وبالماء نفس الشيء، بس فقط وين؟ بس وين؟ بالموجات الضوء المرئي اللي احنا نتحسسها الإنسان، تكون ثابت العزل راح شبيه يقل؟ يقل إلى 1.78، وبعد شي يقل ويقل عندي هنا، وتكون معامل الانكسار 3 على 4، بذلك تكون سرعة الموجة أسرع من الحالة الأولى، وتكون سرعة السرعة 0.75 من سرعة الضوء. هسه نجي بلاين الكترومغناطيك ويف، هسه نجي لموجات الكهرومغناطيسية، وشون نرسمها، شلون راح تنتشر. To learn more about the electro، هسه عرفنا معادلات ماكسويل وعرفنا انتشارهم بالأوساط الفاكيوم أو الداي إلكتريك، هسه نجي لمعادلة الموجة الكهرومغناطيسية ونفهمها أكثر. To learn more about the electromagnetic waves، let's consider a plan harmonic، موجة توافقية مستوية كهرومغناطيسية الـ EM electromagnetic، هاي معناها waves in some detail، بس راح ناخذها بعض التفاصيل إلها. By plan harmonic waves سميناها الـ I mean that the both of the electric magnetic field and the magnetic field depended on شنو؟ من أقول موجة كهرومغناطيسية توافقية harmonic، يعني المجال الكهربائي والمغناطيسي اثنين هم يعتمدون على من؟ position، موقعها، and time، والزمن، يعتمدون على الموقع والزمن according to. عندي الـ E
موجة كهرومغناطيسية، المجال الكهربائي ومجال مغناطيسي. اثنين هي يعتمدان على اليمن، الموقع R اللي هو يقصد بيه ال X وال Y وال Z والزمن، وال B هم ال R وال T. موجة كهرومغناطيسية إذا شتبت التوافقية تحتوي على شنو؟ لأن سعة E نود سعة المجال الكهربائي، B نود سعة المجال المغناطيسي. يعني E نود كوساين، أخذنا الجاذبية، كوساين كي دوت ال R، كي نعرفه عدد الموجي، دوت ال R في الإزاح ناقص دبليو تي المعادلة الأولى. بي مجال مغناطيسي هم المسافة بوزيشن الموقع والزمن، بي نود كوساين كي دوت ال R ناقص دبليو تي زائد دلتا في الفاي. يعني شنو؟ يعني الموجة في المجال المغناطيسي تتبع المجال الكهربائي بفرق طور. يعني المجال الكهربائي يسير بالنظام وتلحقه منه المجال المغناطيسي، لكن بفرق طور ونفس الطور. هذا فرق الطور اللي يغير اتجاه هاي عن هاي. اذا هنا راح تلعب دور منه زاوية فرق الطور، تنتبهون هنا. Both the electric and magnetic waves here have the same wave vector. نفس متجه الموجة شنو هو؟ K نفسه، يعني هم يمتلكون نفس ال K. And with the frequency نفس الشيء شنو؟ الدبليو، الدبليو هو شو يساوي لنا؟ ال V في مطلق ال K عدد الموجي. But لكنهم شنو؟ different amplitude factor، لكن يمتلكون شنو؟ amplitude يعني سعة، متجه سعة E node و B node. صح. هسه شنو؟ in principle يعني يختلفون بالسعة لكن لهم نفس العدد الموجود والتردد. This could be also the phase difference، ولكن في شنو؟ باختلاف طور. phase difference اختلاف طور، دلتا فاي، فاي هاي مو ثيتا، فاي. between the two waves بين الموجتين اكو فرق طور. but we shall see in a moment that فرق الطور شبي، اذا اثنيناتهم نفس اللحظة اذا فرق الطور بيناتهم شنو؟ صفر، ماكو فرق طور، وتروح هاي المعادلة، تروح هذا الحد من المعادلة اذا قال لي in the moment لحظة واحدة. بس اذا مو in the moment لا، يصير فرق طور، واحدة تسير والثانية تتبعها فرق طور. shall also see that the electric field and the magnetic amplitude E node and B node is related to each other. يعني يقول المتسعات بيناتهم تكون علاقة بينات B node والE node. indeed let's plug the fields 30 into Maxwell equation. هسه شنو هاي 30؟ يقول لي خذيها المعادلات ماكسويل وشوفي لنا اياها. starting with هنا مع شنو؟ Gaussian law. Gaussian law شو يقول؟ دل دوت ال E ودل دوت ال B شنو؟ هو الزيرو. فهي خليها ببالي. هسه اذا اخذ المعادلة 30 اخذ المجال الكهربائي وللمجال المغناطيسي. For the electric field as in equation 30 with a constant amplitude E node we have. أنا شو عندي ال E شو يساوي لنا؟ E node cosine K dot ال R ناقص ال W T. اوكي؟ هسا أخذ لها الدل. دل هاي معادلة أنا عندي، إذا دخل الدل عليها تطلع الامبليتيود، طبعا هاي الامبليتيود بس شنو؟ حالة الجاوسيان. تطلع الامبليتيود برا وتدخل الدل وين؟ على الكوساين. يعني هذا إذا الطرفين ضربتهم بمن؟ بالدل. أجي تدخل الدل هنا
وتدخل الظل هنا. من تدخل الظل هنا من اللي يطلع؟ الإينود برا. يعني الظل اي يساوي لنا الظل كوساين كي دوت الار ناقص الدبليو تي دوت شنو؟ إينود. وير دل دوت عندما تكون دل دوت كوساين كي دوت الار ناقص الدبليو تي شو يساوي لنا؟ احنا نعرف الدل شو يساوي لنا. بارشل بارشل ايش عندي هنا؟ دي يعني هذا ايش معناه؟ مشتقات الدالة بالنسبة الإزاحة. فأنا شو راح أخذ دل دالة شني؟ كوساين كي دوت الآر ناقص الدبليو تي على دي منو؟ كي دوت الآر ناقص الدبليو تي. يعني كذا ما دي أوفر دي إكس في شنو مشتقته؟ في الكي ثابت طول الموجة. هاي علاقة، هاي العلاقة إيش تعني بالرياضيات؟ ماينس كوساين كي دوت الار ناقص الدبليو تي في الكي. اوكي، يعني هاي علاقة بالرياضيات. اذا كان مشتقة تفاضلية الدالة نفسها تقابل لي شنو؟ ماينس الساين الجيب مالتها. احنا نعرف دل دوت الاي شو يساوي لنا؟ هنا أنا من هاي تضرب الدل دوت الاي، دل دوت الاي شو يساوي لنا؟ هاي شو تمثل لنا؟ طلعت انها ماينس ساين كي دوت الار ناقص الدبليو تي في ايش عندي هنا؟ اي نود دوت الكي. جبت هاي حطيتها هنا ماينس ساين كي دوت الار ناقص دبليو تي. طبعا هاي علاقة بالرياضيات بالتكاملات التفاضلية. ناقص في كي دوت الاي اي نود دوت الكي. العفو، سينز ذا جاوسيان لاو احنا نعرف. هسه ارجع جاوسيان لاو شو يقول؟ دل دوت الايش قد؟ صفر. everywhere اينما كان and everywhere اينما حل. فأنا the coefficient of the sign اذا هذا لازم شو يساوي لي؟ in this formula must vanishes اذا صفر يتلاشى. اذا هاي القيمة ايش بيها؟ لازم تتلاشى. and the k node dot e equals شنو؟ صفر. The amplitude of the factor E naught for the electric field must be لازم عمودي شنو؟ to the wave factor K. إذا هاي العلاقة، هاي السطرين كلش مهمات. إذا أعطيتك هاي إيش معناها؟ تقول for the Gaussian law معادلات Gaussian دل دوت الإي إذا معناها شنو؟ صفر. أينما حلت وأينما وجدت. يعني الكوفيشنت هذا، هذا المعامل كله لازم equal شنو؟ finishes يعني يتلاشى. إذا k dot e equal شنو؟ صفر. يعني amplitude للمجال الكهرباء اللي هي e node of the electric field شبيه perpendicular must be يجب أن تكون متعامدة. هذا العلامة معناها متعامدة المن to the wave factor k. إذا الذاتنينات equal to zero يعني هاي تعامد. likewise وبالطريقة نفسها همين المن للمجال المغناطيسي. اجي دول دوت البي، البي هي شنو؟ كوساين كي دوت الار ناقص دبليو تي. ها هنا منو؟ فرق الطور يدخل زائد التغير في الفاي في البي نود. اوكي، بس هنا شباب نتكتبون انتبهوا لها. هنا اي نود مو اي صبي، خاف تشتبهون بيها، خطأ بمطبعي. هذه العلاقة بالرياضات ايش قلنا؟ ماينس كي دوت الار ناقص الدبليو تي زائد فرق الطور فيه. هاي بي نود دوت شنو؟ دوت الكي. بالقاوسيان لاو همين دول دوت البي شو يساوي لنا؟ صفر. everywhere require بي دوت الكي شو يساوي لنا؟ صفر. the magnetic field amplitude factor should be also to be should also
to be همين عمودي to the wave factor ال k. إذن شنو المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي؟ تكون السعة مالتهم شبيهة عمودية عليهم على متجه الموجة اللي هو منه ال k. This mean هذا شي يعني لي electromagnetic waves شبيهة are transfers. شي يعني ان الموجة الكهرومغناطيسية مستعرضة. يعني شنو مستعرضة؟ both كلا the electric and magnetic fields of the wave يعني المجال الكهربائي والمغناطيسي للموجة are always شبيهم perpendicular to the direction of K متعامدتان مع اتجاه الموجة K of the wave of propagation يعني متعامدة perpendicular to the direction اتجاه ال K of the wave of propagation اتجاه انتشار الموجة. شو يعني؟ يعني ان الموجة الكهرومغناطيسية المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي للموجة الكهرومغناطيسية دائما متعامدة مع اتجاه انتشار الموجة. شو يعني هذا؟ الموجة المستعرضة transfer electromagnetic waves transfer تكون مستعرضة. شو بقيت؟ معادلات ماكسويل تاخذها للقاوسين وتكون موجة هي شنو؟ موجة توافقية هارمونيك بلاين هارمونيك الكترومغناطيك ويف. next تالي let's work out the induction equation. هسه احنا نجي ناخذ يعني نعمل خارج هاي المعادلات اللي حكيناها. نجي ناخذ معادلة الثالثة من معادلة 15 اللي هي دل كروس الاي شي يساوي لنا سالب بارشال بارشال تي للبي. for the field as in the equation 30 معادلة 30 احنا جي قلنا معادلة 30 هسه اجي دل كروس هسه راح ايش ناخذ الكروس مو دل دوت دل كروس الاي احنا الاي اخذناها كي كوساين ابسيلون طبعا خليتها ورا كوساين كي دوت الار ناقص دبليو تي دخل الكروس دل كوساين كي دوت الار ناقص دبليو تي كروس الاي نود. واضح هاي العلاقة بالرياضية شي تعادل لي ماينس ساين كي دوت الار ناقص الدبليو تي في اي نود في الكي وفي كروس الاي نود خليته كروس الاي نود. هنا بس تحول من مساع دوت هسه شنو كروس. اجي للطرف الثاني ماينس بارشال بارشال تي للبي بارشال بارشال تي بي انا ايش عندي؟ البي انا هم اخذتها معادلة توافقية اللي هي منو بي كوساين كي دوت الار ناقص دبليو تي زائد فرق الطور في البي نود اخذي لها بارشل بارشل تي اخذ لها التغير الزمني اجي ادخل التغير الزمني بارشل بارشل تي للبي شو يساوي لنا هذه اشتقها بالنسبة لمن للزمن وياي للزمن سالب العفو هسه خلنا ننزل المعادلة حتى تصير عندكم صورة اوضح. الكوساين مشتقتها شنو؟ ماينس ساين. الكوساين مشتقتها ماينس ساين. ماينس ساين اشتقيتها كي دوت الار ناقص الدبليو تي. واضح كي دوت الار ناقص الدبليو تي زائد فرق الطور فيه مشتقة داخل القوس بالنسبة لمن؟ للزمن. منو المرافق للزمن هذا؟ منو مشتقته؟ ماينس دبليو تي اشتقها بالنسبة للزمن ماينس دبليو هاي ماينس دبليو ماينس والقانون مال الساين ماينس ماينس وماينس شو يصير موجب وياي يعني موجب دبليو تنزل ساين كي دوت الار ناقص دبليو تي زائد دلتا باي اللي هو مشتقة الكوساين في شنو في البي نود. واضح بس تشتقونها مشتقة الكوساين سالب ساين ومشتقة بالنسبة للزمن
ماينس دبليو تي، سالب وسالب موجب، الدبليو برا والابسنود برا، العفو البينود برا، تبقى الدالة نفسها بس بالسالب. بلوجينج يعني شنو؟ إهمال. This derivative into the induction equation 35. هسه أجي عوضني هنا ونشوف هذا شو قد طلعت لنا، ماينس ساين كي دوت الآر ناقص دبليو تي زائد كي كروس الإي نود، حطيتها هنا سالب خليتها السالب، بارشل 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 بي بارشل تي، هذه دبليو ساين كي دوت الآر زائد دبليو تي زائد دلتا فاي في البي نود، نزلت المعادلتين سالب وي السالب يروحن. اوكي هسه راح تشوفون العلاقات شو راح تصير. which should hold true، هذه يؤدي الى حقيقة، everywhere and everywhere. consequently يعني وبالتالي، we must have دلتا فاي قد تعادل لنا لازم صفر. other ways يعني هنا يؤدي هاي الحقيقة كل مكان، بس شنو تغير الطور بالمواقع الأخرى شي يكون صفر. the maxima and the minima يعني العظمى والدنيا of the two waves لموجتان would not match غير مرتبطتان. So the electric and magnetic waves have the same phase. زين شو يقول لي بهاي الحقيقة؟ يقول لي التغير في الطور صفر، يعني معناها شنو؟ الموجتان الكهرومغناطيسية والكهربائية لهما نفس الطور، إذا شنو تغير في الطور يكون صفر، يعني الماكسيموم والمينيموم للموجتين متساويتان، same phase. We also need equal coefficient. نحتاج شنو؟ ال coefficient of the sine waves. هذا ال coefficient معاملات اللي هو منو؟ K cross ال E node. شو يساوي لنا؟ شو بقت لي هنا؟ يعني هاي وهاي تروح، تغير الطور يعني اثنينات المساويات. شو بقت لي من هذا الطرف؟ سالب وسالب راحت، بقت لي K cross ال E node يساوي تبقى لي ال coefficient اللي هو ال W وبعد منو؟ والبي نود. This factor relation هذه العلاقة بين المتجهات imply تؤدي ذات the E node and the B node factor amplitude اللي هم الساعات are perpendicular to each other. يعني شو يدل لي هذا؟ بأن ذني الساعتين شبيهم perpendicular to each other، متعامدتين على بعضهما. Therefore لهذا السبب in applying electromagnetic waves، هاي جواب هذا applying electromagnetic waves the electric and magnetic fields، مجال الكهرباء مجال المغناطيس are always دائما شبيهم perpendicular بيمن بالبلاين perpendicular to each other as well as the direction of the wave of propagation، متعامدتين بعضهما على الآخر، متعامدتين بالنسبة لمن؟ إلى اتجاه انتشار الموجة بالبلاين هارمونيك ويف، يمته عندما يكون العلاقة بين المتجهات الكي كروس الإي نود يساوي ال دبليو في البي نود بيربنديكولار تو إيتش أذر. فور إكزامبل اعطيني مثال هذا. إف ذا ويف بروبيجيت موجة تنتشر إن ذا الإكس دايركشن، تنتشر بيها اتجاه الإكس direction and the electric field المجال الكهربائي is parallel موازي to the y axis، يعني تنتشر باتجاه ال x، طبعا تنتشر نقول بهذا الاتجاه بهذا ال x وموازية المن لاتجاه ال y، then the magnetic field is the parallel to the z axis. اذا المجال المغناطيسي شبيه موازي المن للZ axis، إذا الموجة هي باتجاه الـ X axis باتجاه الـ X axis وتنتشر
وتكون موازية للواي اكسس the magnetic field is parallel to the z اكسس. beside direction equation 39 هسه راح نجي نفسر هاي العلاقة. هاي 39 اخذتها اللي هي انه متجهات للويف فاكتور. related the magnitude of the electric and magnetic amplitude هسه اريد احسبهن. اذا هذين العلاقات الاثنين نحسب منهن الامبليتيود الساعات المجال المغناطيسي والكهربائي. دبليو لافو بس العفو شلون يعني السؤال والجواب نعطي مثال هذا؟ وانا اقول لك الشروط اللي هن قلت لك ايش وقت الموجتين تكون المتعامدتين السعه مال المجال الكهربائي والمغناطيسي بيربنديكولار تو ايتش اذر. شلون تعطيني بهاي العلاقه هذه وتوضحي لي هذا الحكي؟ اقول لك اعطيني مثال تاخذين هذا المثال تقولي اذا الموجه انتشرت باتجاه الاكس والمجال الكهربائي موازي الى المحور واي يكون المجال المغناطيسي شبيه موازي للزت، لان تعرفين واحد متعامد على الثاني. اذا انتشر باتجاه الاكس من اللي يعامد الاكس الزت، وان المجال المغناطيسي والكهربائي دائما بيربنديكولار تو ايتش اذر الامبليتيود مالتهن حتى الموجه تنتشر بصوره صحيحه. هسه لو تلاحظون هذا الرسم راح تشوفونه، لاحظوا هذا الرسم هسه حتصير عندكم اوضح. شوف هاي المجالين البرتقالي مجال المجال الكهربائي والبنفسجي المجال المغناطيسي ما يمشي من نفس الجهة. هذا عمودي على اليمن على المجال المغناطيسي الكهربائي، عمودي على المجال المغناطيسي. طبعا هذا الارتفاع معناه الامبليتيود السعة لكل مجال، هذا سعة المجال الكهربائي وهذا سعة المجال المغناطيسي. يكون إذا هذا اتجه انتشر باتجاه الواي هي الموجة تنتشر هسه باتجاه الاكس، المجال الكهربائي باتجاه الواي، اذا المجال المغناطيسي باتجاه يا اتجاه الزت حتى الموجة تنتشر بصورة صحيحة ويحدث بيناتهم يا اما استقطاب او انعدام الاستقطاب او استقطاب جزئي. الموجتين المجال المغناطيسي والكهرباء ما ينتقلن من نفس الاتجاه نهائيا. اذا اتجه الاتجاه انتشر الاتجاه الكهربائي باتجاه معين الثاني لازم يكون معامد اله، فهو المجال الكهربائي يسير والمجال المغناطيسي تابع له. هسه نجي ناخذ هاي العلاقة اللي هي تكون النظامين شبيهم متعامدين أينما حلوا وأينما وجدوا. أنا بيناتهم فرق بالطور. طبعا هنا من اخذنا المعادلتين تكون وحدة متعامدة للثانية وفرق الطور بيناتهم صفر، اخذت الثوابت اللي هو منو الكي كروس الاي نود شي يساوينا دبليو في البي نود. هاي معادلة راح اخذها دبليو دل مطلق البي نود شي يساوينا كي اخذت لهم المطلق كي كروس الإينود المطلق. هذا هنا راح يتحول الكروس شنو قيمة العددية اللي هو مطلق الكي ستار مطلق الإينود سينز الكي، ما دام الكي يشبه عمودي على اليمن يعني اتجاه هذا الكي اتجاه انتشار الموجة عمودي على اليمن على المجال الكهرباء. نحن هنا شغلنا المجال الكهربائي برال موازي تو الاكس يعني عمودي على اليمن على اتجاه انتشار الموجة. اخذت هاي العلاقة. اذا البي نود مطلق البي نود اقدر احسب السعة شو يساوي لنا الكي، وهنا شو يصير الدبليو وين يصير بالمقام كي مطلق الكي على الدبليو في مطلق الاي نود. إذا من هاي العلاقة أقدر أحسب السعة مجال الكهربائي
والسعة للمجال المغناطيسي. يعني أنا إذا يريد يقول لي احسب السعة من هاي العلاقة، بس لازم يتوفر عندي شنو؟ متجه اتجاه الموجة والتردد الزاوي للمعادلة للموجة. الكي على الدبليو شو تعادل لنا؟ 1 على الفي من العلاقات اللي أخذناها في مطلق الإينود. إذا علاقة المجال سعة المجال المغناطيسي مع سعة المجال الكهربائي بالاعتماد على من؟ على سرعة انتشار الموجة. من هاي العلاقة نقدر نحسب السعة المجال المغناطيسي أو السعة المجال الكهربائي. We shall see in a moment that the Maxwell Ampere equation. إذا معادلات ماكسويل أمبير، معادلات ماكسويل أمبير equation establish a similar relation، نفس العلاقة between the electric and magnetic amplitude. يعني يقول لي معادلات ماكسويل وأمبير نفس السعة للمجال المغناطيسي والكهربائي، but with a different dependence، مع اختلاف اعتماد of the wave speed ال v على من تعتمد على السرعة. يعني هذا ماكسويل أمبير equation تعتمد على من؟ على السرعة. And making sure the two relations are consist with each other، أكو علاقة بيناتهم، to determine the wave speed ال V شو يساوي لنا؟ يعني نقدر من خلالها نحسب بسرعة ال V عندنا من ال C over ال N. أجي أعوض هنا ال V، إذا عندي سعة المجال المغناطيسي أقدر أحسب المجال الكهربائي، وإذا عندي المجال الكهربائي أحسب المجال المغناطيسي. انتهيت. Let's work out، هسه خلينا نعمل خارج من أمبير ماكسويل equation. أنا دل كروس البي العلاقة مال ماكسويل N square over C square في partial E partial T. طبعا هاي احنا العلاقة بس أخذناها استخرجناها. In the absence، بغياب the electric current J، يعني بغياب شنو J؟ يعني J شو يساوي لنا؟ صفر. For the fields as in the equation 30، احنا نعرف ب equation 30 ايش قلنا؟ دل كروس ال B شو يساوي لنا؟ K كوساين K دوت ال R ناقص W T زائد تغير في الطور في ال B نود. هذا تشتقها بالنسبة لمن؟ بالنسبة لل K اللي هو مشتقة الكوساين سالب ساين كي دوت الآر ناقص الدبليو تي زائد تغير في الفاي، مشتقتها شنو؟ كي في شنو تنزل؟ في البي نود. والتغير بالزمني بارشال بارشال تي للإي اللي هو كوساين كي دوت الآر ناقص الدبليو تي زائد في الكروس الإي، همين هاي مشتقتها كوساين، مشتقتها سالب ساين، سالب ساين كي دوت الآر ناقص دبليو تي، ومشتقتها بالنسبة للزمن ماينس دبليو، ماينس واي ماينس تصير زائد دبليو، تنزل الساين في شنو؟ في الإي نود. هذا نوع معادلات منه بغياب التيار. So the Ampere Maxwell equation become، شو يصير؟ قانون أمبير، إذا أقول لك بقانون أمبير ماكسويل equation وبغياب المجال الكهربائي الكتريك كورنت التيار الكهربائي، هاي المعادلة تجي تحول لي اياها سالب ساين كي دوت الار زائد ناقص دبليو تي زائد تغير في الطور في كي كروس البي نود، شو يساوي لنا؟ يعني مكان هاي ان سكوير اوفر سي سكوير بارشال إيل بارشال تي، شو عندي؟ هاي المعادلة دبليو ساين كي دوت الآر ناقص الدبليو تي في الإي نود. يعني شنو؟ هاي المعادلة أخذت معادلات ماكسويل الأولى والثانية الثالثة والرابعة، واحدة دخلت عليها الدل، واحدة دخلت عليها التغير الزمني. هسه راح أجي أعوض مكان هاي، هاي القيمة، ومكان هاي، هاي القيمة، نزلت هاي المعادلة كده. Again this equation، هذه المعادلة must shall hold everywhere and every when which require تغير في الطور
أينما حلت وأينما وجدت التغير في الطور معناه إيش قد هذا؟ صفر. as will as يعني إذا تغير في الطور صفر، إذا تغير هذا صفر هذا يساوي منه هذا، يعني هاي ألغيها وهي هاي، شو بقت لي؟ سالب n سكوير over c سكوير، وش بقت لي؟ w في شنو؟ e نود، وهنا شو بقت لي؟ b k كروس ال b نود. هنا هاي المعادلة عندما شنو؟ الطور فرق الطور يساوي صفر، هي معادلات ماكسويل أمبير ماكسويل إكويجن للمجالين الكهربائي والمغناطيسي. يا موجة، الموجة البلاين هارمونيك الكترومغناطيك ويف. This factor relation، هذه العلاقة requires the amplitude factor، البي نود والإي نود لازم شنو؟ متعامدين على بعضهما، which we have already established from the induction equation، معادلة شنو؟ الحث. And also related the magnitude قيم of the two amplitude اللي هم هاي. إذن أقدر من هاي العلاقة أحسب الامبليتيود البي نود لو الإي نود. البي نود شو يساوينا؟ ماينس الإن سكوير أوفر سي سكوير والدبليو على الكي في شنو؟ في الإي نود، أو بالعكس إن سكوير أوفر سي سكوير في دبليو على الكي في في منطقة الإي نود. هذا منو؟ أحسب السعة منين؟ سعة المجال المغناطيسي من المجال الكهربائي. comparing equation 41 و47 هسه اجي هاي 41 و47 هاي 41 هاي وين؟ ماكسويل هاي وين؟ هاي بالفراغ، عندما الكي متعامدة على بعضهما بمن؟ بالفراغ. اوكي انتبهوا له، هنا وين؟ بالفراغ. شوف العلاقة، بي نوت شي يساوينا؟ واحد على الفي في الاي نوت. اما بالامبير جاوسيان شنو العلاقة صارت؟ هذه قارن بيناتهم. demanding the both relation hold true at the same time، يقول لي نفس الشيء صحيحة في نفس الوقت. we obtain هسه اجي اقسم بي نود على الاي نود يساوينا n سكوير over c سكوير، مو واحد على ال v سكوير، v سكوير تختصر ويا v وحدة، ايش تبقى لي؟ واحد على ال v، واللي هو يساوي لنا n سكوير over c سكوير في ال v، يعني واحد على ال v سكوير يساوي لنا n سكوير over c سكوير، therefore ال v يساوي لنا c over n. اذا هذا هو الاساس اللي اجت منه علاقة السرعة شو يساوي لنا؟ سرعة الضوء على معامل الانكسار. منين جتني؟ من مقارنة السعتين، معادلات ماكسويل أمبير ومعادلات ماكسويل في الفراغ، قارناهن طلعت الواحد على الفي يساوي ان ان سكوير اوفر سي سكوير في الفي، معادلة 41 و47، العلاقة بين سعة المجال المغناطيسي الى المجال الكهربائي. هذه واحد على الفي، الفي وي الفي تروح تنتقل للطرف الثاني، شو يصير؟ واحد على الفي سكوير شو يساوي ان سكوير اوفر سي سكوير، اعطيه الجذر، واحد على الفي شو يساوي ان ان اوفر سي. اذا الفي شو يساوي ان سي اوفر ان، اقلبها. الكترومغناطيك ويف بالفاكيوم الان ايش قد؟ واحد. اذا الفي شو يساوي ان سرعة الضوء، سرعة انتشار الموجة هي نفسها سرعة الضوء بمن؟ بالفاكيوم يعني في الفراغ. To summarize الاختصار، أولا in applying harmonic wave الموجة الكهرومغناطيسية التوافقية the electric and magnetic field are always، هاي أول نقطة، always شبيهم perpendicular to each other، متعامدتين إلى بعضهما، as well as the direction of wave propagation بالنسبة لانتشار الموجة. ثانيا هاي الخصائص، هذا الملخص للحكي المحاضرة. اثنين the speed of any electromagnetic waves وين؟
in a vacuum is ال V شو يساوي لنا؟ ال C، لأن ال N ايش قد قلنا؟ واحد بالفاكيوم، واللي هو واحد على جذر الميو نوت في الأبسينود، واللي هو هاي القيمة اللي هو 3 × 10^8. زين، while بينما هاي بالفاكيوم، بينما بالداي الكتريك والماجنتيك ميديوم، ذا الكتريك الكترو ماجنتيك ويفز هاف شنو؟ slower speed، سرعة أقل، اللي هو ال V يساوي لنا C over ال N، وير ال N اللي هو ايش قد؟ جذر الميو ريليتيفيتي في الكيف في ثابت العزل، واللي هي ايش قد اكبر من ايش قد؟ اكبر من واحد. تمام، لان اذا هذا صار اكبر من واحد اذا السرعه ايش بيها؟ تقل مقدارها. 3 بلان هارمونيك الكترو ويف، بلان هارمونيك الكترو ويفز هاز فورم، ايش جبت لك؟ هذا الشكل اللي هو ال E ال R وال T، شو يساوي عندك كوساين؟ هاي طبعا شلون اللي أخذناه المراجعة ولخص، كوساين K دوت ال R ناقص ال W T في الأبسلون، وال B مجال المغناطيسي ال R وال T كوساين K دوت ال R ناقص W T في ال B نود، where the wave factor ال K has magnitude اللي هو ايش قد ال K؟ W over ال V، واللي هو شنو؟ ال W شنو؟ C N over C، العفو الواحد على ال V اللي هي N over C في ال W، and points in the direction ونقاط في الاتجاه of the wave propagation. 4 نقطة الرابعة the amplitude vector اللي هم اتجاهات السعة اللي هو ال E node وال B node of the electric and magnetic field are related to each other. اكو علاقة بيناتهم اللي هو شنو؟ ال B node شو يساوي لنا؟ تحفظون هنذني V over ال V square هاي متجه cross ال E. اوكي هسه النقطة الخامسة this relation leads to the right hand rule قاعدة الكف اليمنى of the direction of the field. اذا اتجاه انتشار المجال المغناطيسي مع اتجاه قاعدة قاعدة الكف اليمنى، يعني إذا قلت أخلي إيدي وصبعي لي فوق، أصابعي من ألفهن شي مثلا اتجاه انتشار الموجة، قلت باتجاه الإكس، فألف أصابعي باتجاه الإكس، إبهامي يشير على اتجاه المجال الكهربائي. أوكي، أما المجال المغناطيسي شي يكون متعامد للمجال الكهربائي، تابع له ودائما متعامد، الزاوية بيناتهم شقد؟ 90. ليت هسه نجي نحكي شنو هاي معناها. Let the index finger اصبعك الابهام of your right hand point on in the direction of the wave velocity V. خليت اصبعك على اتجاه انتشار الموجة. Then if your pinned middle finger اصابعك الاربعة الوسطى يعني in the direction of the E. هسه اني اصبع ابهامي وين يروح؟ اتجاه انتشار الموجة. اصابعي الاربعة اذا الفهن باتجاه اليمين، وين هذا الشيء مثلي؟ اتجاه المجال الكهربائي. And your thumb points in the direction of the B. وصبعي شو مثلي؟ مجال المغناطيسي. هذا المثال يوضح لك شلون اتجاه لازم بيناتهم 90. الموجة تنتشر بتردد طول وتردد وسعة وطول موجي لندا. نلاحظ ذات ذي الكتريك اند ماجنتيك فيلد يتغير their direction يتغيران اتجاههم every كل شنو half wavelength. لاحظوا هذا كله شنو؟ واحد wavelength، واحد طول موجي. هذا منو؟ مجال مغناطيسي وهذا كهربائي. شوف التغير مرة هيش ومرة شبيه قلب نفسه. هسه نجي على البرتقال، عوف البنفسجي برتقالي اللي هو مثل من مجال كهربائي، هذا اتجاه، هذا اتجاه انتشار الموجة، مجال كهربائي، مجال مغناطيسي، هذا الكهربائي. اوكي، من هاي القمة لهاي القمة بنفس الجهة واحد طول موجي. الموجة الكهرومغناطيسية شوفوا تصعد وش بيها؟ تعكس نفسها جوا وترجع، تقلب نفسها بكل شنو؟ كل نص طول موجي، نص
ترجع تعيد نفسها تكمل، يصير طول موجي واحد. يعني يقول المجال الكهربائي والمغناطيسي يغيران اتجاههم كل نصف طول موجي، half wave length، but they do it at the same time، يعملانها بشنو بنفس الوقت، in accordance with the right hand rule، مع اتجاه قاعدة الكف اليمنى. يعني شوف هذا يصعد وهذا نفسه شنو ينزل، واحد نفس الوقت، مجال الكهربائي والمغناطيسي نفس الوقت يشتغلان، يقلب نفسه سوية، ما يقلبن بالتعاقب، لا سوى، هذا قلب غير اتجاهه وهذا غير اتجاهه، بس ان الزاوية بيناتهم دائما قد تبقى 90 متعامدات. شوف هسه هذا وهذا متعامد، هذا وهذا متعامد، هذا بالظهر وهذا شقد 90، هذا وهذا 90. هنا حتى يحدث الاستقطاب وانتشار الموجة باتجاه انتشار الموجة، يكون اتجاه انتشارها بيناتهم يشيلوا متعامدين حتى يصير استقطاب والموجة تنتشر. 6. Finally the magnitude of the electric and magnetic field. Magnitude يعني قيم، مجال الكهرباء والمغناطيسي is related to each other، اللي هو هاي مطلق البي نود، شو يساوي لنا الاي نود اوفر الاي، هاي عرفناها. اعطي مثال، فور اكزامبل اف ذا الكترومغنتيك ويف، هاي خصائص الموجة الكهرومغناطيسية، طبعا هاي احنا هسه سادس نقطة، في الفراغ هاز ذا الكتريك امبليتيود الاي نود. اعطي مثال، ايش قد انا عندي ساعتها بالفراغ؟ 1200 فولت لكل متر. بعد انا اريد احسب سعة المجال المغناطيسي، اكيد موجة كهرومغناطيسية، من قال لي اي ام ويف يعني اكو مجال كهربائي ومغناطيسي، مطيني بالمجال الكهربائي 1200، شلون احسب البي نود؟ شو يساوي مطلق الاي نود على الفي، الاي نود 1200، الفي ايش قد؟ ايش قايل اللي هو ذا فاكيوم، انا رأسة انا اقول 3 في 10 إس 8، متر ثانية قسم 1200 على 3 في 10 إس 8، يطلع لي 4 في 10 إس 6، شنو المجال المغناطيسي؟ تسلا. اوكي، but the wave of the same electric amplitude in glass، هذا وين؟ بالجلاس مو باكيوم، معامل الانكسار ايش قد؟ 1/5. اوكي، will have larger magnitude amplitude، هسه شنو اذا مو باكيوم بالزجاج، البي نود اي نود سي اوفر الان، سي 3 في 10 إس 8 على الان ايش قد؟ 1.5، قسمها وهاي هم نفسها 1200، يفرض الموجة نفسها انتشرت مرة بالفراغ ومرة بيمن بالزجاج، شوف ايش قد السرعة امبليتيود تزداد لو لا لارجر اكثر، 6 في 10 إس 6 شنو؟ تسلا. شباب انتهت هنا المحاضرة مالتنا اليوم، انا ما اريد اثقل عليكم هواية حتى شوية شوية تفتهمون منها لمن يعني تتعودون على المادة، لان المادة عليكم جديدة هاي. اي سؤال؟ اي سؤال شباب حتى ننهي المحاضرة؟ شكرا جزيلا استاذ، العفو. طلب البقية ست مرة خصتك بلي، بس المحاضرة الجاية ريت نزلينها لنا اليوم على مود الأسبوع الجاي نسحبها جاهزة ويا المحاضرة. تمام، هو اليوم أنا راح أنزلها لكم المحاضرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله شباب، بالنسبة للتقارير على مود امتحانكم الأسبوع اللي بعده، أنتوا الأسبوع اللي بعده عندكم امتحان مو قلتوا؟ بيوم الأربعاء صادف عندكم يمكن فيزياء حديثة؟ نعم ست السبوع.